وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد. أولت المملكة اهتمام كبير بالأيتام وسعت من خلال التشريعات والقوانين والحملات لدعمهم وتوفير مستقبل أفضل لهم. ضيفتنا اليوم راح تكلمنا عن كيف يصبح اليتيم عنصر فعال في المجتمع كونهم جزءا لا يتجزأ من رؤية 2030. حياك الله أستاذة سهى الغامدي رئيس مجلس إدارة جمعية كيان للأيتام. في البداية لو تكلمينا عن صورة اهتمام المملكة بالأيتام. شكرا عزيزتي على الاستضافة. الحقيقة الأيتام في المملكة العربية السعودية التي تقوم أساسا على الشريعة الإسلامية كانت لهم المكانة الكبيرة جدا، بدءا من التشريعات في النظام الأساسي للحكم ومن ثم في جميع القوانين أو الأنظمة التي وضعت. لا ننسى أن الدولة يعني عزها الله وجميع أفراد الشعب يؤمنون تماما بحق اليتيم في الاهتمام وحقه في الكفالة، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وأضم أصبعيهم، أو كما قال عليه السلام. فالاهتمام نظاميا قانونيا كان بداية في التشريعات جميعها. في النظام الأساسي للحكم أي طفل يولد على أرض المملكة يعتبر سعودي الجنسية لأبوين غير معروفين إذا وجد هذا الطفل. فهذا من أكبر التشريعات المهمة وربما تكون غير موجودة في كثير من دول العالم. فإعطاء الجنسية هذا حق كبير جدا لهذه الفئة من الأيتام. أيضا إتاحة الفرصة كأي مواطن له داخل التعليم العام، فهذا يعني يعتبر أيضا من التمكين المهم لهذا اليتيم، والدعم ومساعدته من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حتى يستقر في حياته. وبالتالي يأتي دور الجمعيات المختصة مثل جمعية كيان للأيتام لتكملة هذا الدور وتأصيله. نعم، وبالحديث عن الجمعيات أستاذة سمها إذا تسمحي لي خلينا نتكلم أكثر عن دورهم في المجتمع وخصوصا هذه الفئة في مجتمعنا، وأيضا الخدمات اللي يقدمونها وكيف إحنا نقدر نفعل الأنشطة واللي أيضا تقدمها هذه الجمعيات والخاصة بالأيتام. بالتأكيد جمعيات الأيتام بصفة عامة وجمعيات المختصة أيضا بالأيتام ذوي الظروف الخاصة لها دور كبير جدا في ظل الرؤية. رؤية 2030 أكدت على دور القطاع غير الربحي في دعم جميع البرامج والمشاريع اللي تقدمها الدولة. عندنا في الجمعيات تقوم بهذا الدور أيضا إيمانا بأهمية إعطاء اليتيم الاهتمام أيا كان هذا اليتيم، مدام هو محتاج للخدمة تلك فإنه يحق له الحصول عليها. الجمعيات متاحة للأيتام الطبيعيين والأيتام ذوي الظروف الخاصة، تضع لهم برامج مخصصة تساعدهم على الاندماج الكامل داخل المجتمع، وبالتالي أن يكونون يؤدون دورهم كمواطن فعلا صالح في هذا المجتمع وقادر أيضا على التعايش والاندماج. الآن أصبح الدور كما ذكرت يعني ربما يكون في الغالبية منع الدور مجتمع مدني، أي جمعيات خيرية هي التي تطلع بهذا الدور، والحمد لله اتيحت ومكنت أيضا من خلال الوزارة في عملية تسهيل المهام اللي ممكن تقوم فيها هؤلاء الأيتام وسهولة الوصول إليهم أيضا والانتفاء صفة الاحتياج عندهم حتى يكونون فعلا مكتفين ذاتيا وقادرين على الاستقرار في حياتهم. أستاذة سمها، أقمتم في جمعية كيان للأيتام مبادرة ريادي كيان، لو تكلمين عن المبادرة ودور الأيتام فيها. احنا في جمعية كيان للأيتام وهي مختصة بالأيتام ذوي الظروف الخاصة نهتم في جميع المراحل العمر، المراحل عمر اليتيم. كان المشروع أو برنامج ريادي كيان أحد المستهدفات لدينا في أهدافنا وهي تمكينهم داخل المجتمع، تنمية قدراتهم وتمكينهم. استهدفنا من هذا المشروع أن يكون للفئة اللي من 8 إلى 18 سنة لهذا العام، وكانت البداية في مشاريع صغيرة كل طفل منهم، هؤلاء الأطفال سواء كانوا يعني يعيشون في الدور الإيوائية أو في الأسر الكافلة. كان الهدف تنمية شخصيته وقدرته على بناء مشروع وقدرته أيضا على مواجهة الناس، الحديث عن المشروع تسويقه. يعني كان حقيقة في تفاعل كبير من الحضور لهذا
هذا المعرض، وكان أيضا اكتشفنا قدراتهم ومواهبهم في التسويق لمشاريعهم في الحديث عنها أيضا بافتخار وقوة، وهذا أحد أساليب الاندماج اللي نسعى أن يكون إن شاء الله لهم. الشيء الآخر كنا نستهدف أن يكون عنده القدرة على إدارة المال، فهم معنى ريادي كيان، وهي أحد أهداف رؤية المملكة. نتطلع إن شاء الله أن يكونون إن شاء الله مستقبلا رياديين في مجتمعهم، وأيضا نتطلع أن نوسع هذا المشروع بحيث يشمل الفئات الأكبر أيضا سنا في من مستفيدي كيان أيضا، واللي موجودين في الدور أو في الأسر الكافلة. كثير تحدثتي عن اندماجهم في المجتمع، ويعني عدم إحساسهم أنهم يعني ذوي خلينا نقول ظروف خاصة في بعض الأحيان، لكن كمان يهمنا أنه إحنا نعرف كيف أنه إحنا نهيئهم ليكونوا جزء لا يتجزأ لتحقيق أهداف المملكة اقتصادياً. إحنا مهم جداً أول شيء قبول هذه الفئة. نعم. وعينا بقبولها واعتبارها فرد من أفراد المجتمع أيا كانت مرحلته العمرية، هذه النقطة الأساسية. احتواء هذا اليتيم، صحيح. أنا لما أبني عنده القدرة الاقتصادية في إدارة المال وهو لازال في سن صغيرة أفضل من أني أؤخر هالمشروع حتى يكون في سن أكبر. فنستهدف تماما الفئة الصغيرة القابلة للتعليم القابلة للتدريب حتى تعي دورها مستقبلا. يعني مهم جدا الآن نسعى أيضا لتمكين أكبر سنا، وهذه أحد أيضا مشاريعنا سواء من خلال مشروع ريادي أو من خلال أيضا التأهيلهم لسوق العمل. لدينا عدد من البرامج اللي تدعم قدرته على أني أنا أفهم أنا كيف سأكون، يعني سأكون مستقبلي، كيف أني أنا ممكن أدخل في سوق العمل، ما هي الوظائف المستهدفة في الرؤية، حتى في التعليم كيف أتوجه للتعليم المناسب. كلنا مسؤولون عن أن يكون، يعني إذا كان لدينا أيتام أو يعني من ذوي الظروف الخاصة بصفة خاصة، لأني أتكلم عنهم، لأن اليتيم الطبيعي أكيد يجد بين أفراد عائلته من يدعمه، وربما الأم تكون موجودة وبقية العائلة يساندونه، لكن ذوي الظروف الخاصة هم من يحتاجون للدعم أكثر ويحتاجون للتقبل. صحيح. التقبلهم داخل المنشأة، فتح باب العمل لهم من جهات مختلفة، إذا أردنا أن يكونون فعلا رافد من روافد الاقتصاد فهم أيضا يحتاجون أن تكون تتاح لهم الفرص، ويتم أيضا يعني على قولهم يعني سعة الصدر في قبولهم ودعمهم أثناء تواجدهم في العمل. قد يخفى على بعض منهم بعض المهارات الأساسية التي قد يتعلمها الطفل العادي والشاب العادي باعتباره بعيدا عن الأسرة أو نشأ في دار بعيدا عن النظام الأسري ومفهوم الأسرة والتعامل الطبيعي في الحياة، فبالتالي يحتاجون مننا فعلا الاحتواء وعدم النظرة. يعني أنا يهمني كمان النظرة لا تكون نظرة تعاطف، صح. لابد أن تكون نظرة فيها قوة، فيها تقدير وفيها احترام له، هو يعني عضو في المجتمع وعضو قوي، وكثير منهم حقيقة أثبتوا نجاحاتهم وصلوا لمراكز كبيرة جدا في حياتهم، فقد إعطائهم الفرصة والسماح لهم ب ممكن نظرة يعني التعاطف هذه احنا نشوفها شيء ايجابي، لكن هذا الشخص يتاثر نفسيا، يتاثر نفسيا يعني حتى لو بغى يعطي يقول انا الناس قاعده تعطيني هذه النظره، انا كيف اتقدم، كيف اعطي، كيف اسوي، كيف انجز. ففعلا بالتاكيد احنا اكيد احنا نقدر العاطفه ولكل يعني انسان يحتاجها، لكن مهم جدا الاحترام، صحيح. والتقدير لقدراته الشخصيه واعطائه المكانه اللي يستحقها. سبق واحتكيت مع ايتام انا وكنت معاهم، فلاحظت انهم يرفضون التعاطف، لا قوة إلا بالله، جداً. وشخصياتهم جدا قوية. لو نتكلم عن الجانب النفسي، كيف يتم تهيئتهم؟ أكيد في مختصات نفسيات اجتماعيات يقومون بدور مهم جدا، سواء كانوا الأبناء في الدور أو كانوا في الجمعية عندنا، في كانوا في الأسر البديلة كذلك. يقوم هذا البرنامج النفسي والاجتماعي مبكرا، يكون يبدأ بناء الشخصية المبكر له، تعويده على فهم واقعه، التعايش معه. إحنا لا يمكن أن نغير الواقع أيا كان، ولا يمكن أن نجزم بهذا الواقع أنه يعني واقع قد يكون عليه ملاحظات أو غيره، لا. إحنا نتقبل واقعنا كما هو، أنه جد في الحياة هذه لظروف الله يعلمها، لكن الدور الأكبر أنك أنت تؤمن بقدراتك، صح. تعرف تماما أنك أنت ستبني اسمك، أنت ستكون لك إن شاء الله المستقبل، بغض النظر
عبارة عن اسم العائلة. ولله الحمد أيضا يعني كان من مكرمات خادم الحرمين الشريفين السماح لهم بإضافة التعريف لأسمائهم، وبدأ فعلا في إضافة هذا التعريف، فأصبح هذا يساعد على الاندماج أكثر داخل المجتمع، وخاصة أنه يعني إحنا يعني يظل مجتمع قبلي ويبحثون عن اسم العائلة، فهذه ركيزة أيضا ساعدتهم، ونظام يعني ربما يدعم جانب كبير في الناحية النفسية الموجودة لديهم، فهم نساعدهم على تقبل ذاتهم، وبالتالي عندما يتقبلون الذات يستطيعون إن شاء الله الدخول يعني في مجتمعهم. كما ذكرت مهم جدا أنه لا تكفي البرامج النفسية والاجتماعية اللي تقدم، مهم جدا أنه من يحتك فيهم في مجتمعهم في المدرسة في العمل أن يكون واعي تماما أن هذا الإنسان له شخصيته، له يعني الكيان الذي ينبغي أن يتم تقديره بناء عليه. أيضا احتوائهم أكيد أنه يعانون في مشاكل كثيرة في مرحلة المراهقة، يحتاج وعي أيضا ممن يحتكون فيهم في كيفية احتواء هذا يعني أطفالنا ووقت المراهقة، فما يعني بالك أنه شخص فاقد الرعاية الأسرية، فتكون المعاناة ربما في مر البعض منهم في بعض المعاناة الأكبر التي تحتاج فعلا اهتمام وانتباه من المجتمع المحيط في المدرسة أو كان أيضا في العائلة البديلة التي تقوم بتربيته. صحيح. يحتاج الصبر والدعم النفسي الكبير. نعم نعم. وما أنك ذكرت المجتمع، يعني هذه نقطة للأمانة مهمة جدا، يعني إيش دور المجتمع؟ أنا أتكلم دور المجتمع بجميع الفئات، نتكلم إحنا الإعلام عندك، السوشيال ميديا عندك، المثقفين اللي يعطون دورات، الأشخاص اللي يعني هذا مجالهم، المدارس، الأمهات في المنازل. صحيح. تربية الأطفال من البداية على تقبل هذه الفئة من المجتمع وعدم النظرة لهم بطريقة مختلفة. صحيح. أو نظرة دونية أو أنهم أقل أو ممكن يعني نظرة استضعاف. نعم. فكيف إحنا ممكن نوعي المجتمع زي ما ذكرت بداية السؤال كل الفئات أنها صحيح. تتعاون ونربي جيل أنه ما قوي. في فرق. نعم. الحقيقة هذه أحد الأهداف الأساسية في جمعية كيان بالنسبة لنا هي نشر الوعي. نعم. الوعي يبدأ كما ذكرتي في الأسرة، لما يكون عند ابنتي زميلة في المدرسة من هذه الظروف مهم جدا أني أعرف، حتى الصديقة لها تأثير كبير لها داخل المدرسة، لكن قبول الفئة واعتبارهم كما الحمد لله يعني إحنا كمان في مجتمع مسلم، الشيخ بن باز رحمة الله عليه أصدر فتوى خاصة فيهم إنهم كالأيتام بل هم أشد حاجة من اليتيم. نعم. فهذه يعني هذا الحمد لله القوة الإيمانية الموجودة في المجتمع ينبغي أن تنعكس أيضا، مثل ما نعلم أبنائنا كيف تتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، لابد أن نعامل أيضا مع من فاقدي الأسرة، هؤلاء أيضا إخوة لك يحتاجون منك إلى الاهتمام والاحترام والتقدير، ليس النبذ. أحيانا يتم نبذ بعض الحالات والابتعاد عنها وكأنها يعني تمثل يعني تأثير نفسي على أبنائهم، الحقيقة لا، إحنا الحمد لله مجتمع أيضا يعني تعاليمنا الإسلامية تحض على الاحتواء على كفالته. الأسرة الصديقة أحد أساليب اللي ينبغي أن يكون احتواء لليتيم الصديقة، أني أنا يعني إحنا نود أن يكون لكل طفل داخل دور الإيوائي أسرة صديقة. الأسرة الصديقة تحتويه في نهاية الأسبوع، ممكن تأخذه كزيارة يعيش معها بعض المناسبات، وكثير من الأسر الصديقة الحمد لله تحولت إلى أسر بديلة تامة، فهذا أيضا من أساليب احتواء هؤلاء الأيتام. القطاع الخاص إعطاء فرصة لهؤلاء الأيتام في الدخول في سوق العمل الأكثر ثقة في قدراتهم، ترك مثلا إعطائهم لو قلنا فرص وظيفية محددة في كل شركة، أيضا يكون عندنا مساهمات من البنوك من أصحاب رؤوس الأموال في دعم البرامج اللي تقدمها الجمعيات لهذه الفئة، حتى يستطيعون فعلا أنهم يتدربون يعوضون ما ينقصهم من مهارات، يستطيعون الدخول في سوق العمل بطريقة سليمة. الإعلام دور كبير جدا اليوم، أحد يعني الأدوار اللي أنتم تقومون فيها الإيجابية حقيقة في التعريف بها الفئة وآلية دعمها وأساليبها.
أساليبها. هذه نقطة مهمة جدا. الكتاب أيضا عندما يتحدثون عن هذا الأمر بإيجابية، عن وجود هذه الفئة، يعني ليست يعني خاصة بمجتمعنا السعودي، هي موجودة في جميع المجتمعات طبعا. لكن احتواءنا لها واستمراريتها في الحياة دون الشعور بأنها والله فئة مميزة، هذه الإشكالية. نريد أن يعيشون حياتهم بصورة طبيعية، يشعر أني أنا جزء من هذا المجتمع. كل أفراد المجتمع، كل فئاته، له مسؤولية اجتماعية تجاه هذا اليتيم ذوي الظروف الخاصة. أنا هذا اللي أقول. لو نبني نحكي بالذات عن دور الإعلام، هل تشوفينه أنه حاضر؟ الإعلام حاضر إلى حد ما، يعني حقيقة لازلنا نحتاج منابر إعلامية تتحدث أكثر، إتاحة الفرصة لهم أيضا، يعني مواهبهم قدراتهم كيف ستبرز، كيف سيعرف المجتمع إلا من خلال الإعلام، يعني ووصولهم للمنصات الإعلامية. فإحنا نحتاج الإعلام بجميع أنواعه، عندهم مواهب أيضا وقدرات تحتاج إلى تطوير وتنمية. هذه أيضا لها دور كبير جدا في أنه أنا أبني حياة يعني هذا اليتيم في الجانب اللي يحتاجه. بالتأكيد الإعلام يعني منبر مهم جدا ومساعد كبير جدا على أن يصلوا أو يستمع على الأقل المجتمع لاحتياج هذه الفئة. طبعا طبعا. أيضا يعني مرحلة جدا مهمة في حياة الأيتام بشكل عام، اللي هي معرفة الحقيقة أو الواقع اللي هم يعيشون. يعني الطفل ممكن يوصل لعمر معين هو ما يدري ايش معنى عائلة اصلا، لا يعلم بوجود هذا الشيء في الحياة. فلذلك مين المسؤول انه يعطيهم هذا الخبر بالطريقة الصحيحة بحيث انهم يتخطون هذه الصدمة ولا تأثر على حياتهم في المستقبل؟ صحيح. هم سواء كانوا في الدور الإيواء أو كانوا عند الأسر البديلة، لابد أن يكون هذا الأمر مبكرا منذ بداية السنوات الثلاث الأولى، من شخص أقرب لهم، الشخص الأقرب، يعني سواء ربما تكون الأم هي الأقرب، ربما الأب البديل الذي يعني احتضنهم، وربما يكون داخل الدار الأم البديلة أو الأخصائية الاجتماعية وغيره، لكنها مهم شخص يثق الطفل فيه. يبدأ تدريجيا، أنا أقول من عمر 3 سنوات، في تعريفه أن يعني بأنه ليس يعني لم يكن مثلا لا نعطيه الحقيقة كاملة أو نعطيه يعني كذبة قد يعيش فيها، لأن هذه إشكالية كبيرة جدا. لكن لا نعلم شيء عن فقدك لوالديك الحقيقيين، هم يعني والدتك هي الأم البيولوجية لك التي أنجبتك، لكني أنا محظوظة أني كتب الله لي أن تكون يعني ابنا لي بالتربية، وهو الأكبر والأهم يعني في حياتك. صحيح. كل ما وثق في دفء العلاقة وحميمية الكلام، هذه راح تساعده على تخطيها مستقبلا إلى درجة كبيرة. أنا لا أقول لا ننفي أبدا هذا الأمر وأثره النفسي، لكن مهم جدا أن يثق في من يتلقى المعلومة منه قبل وصوله لسن المدرسة، لأنه مجرد وصول لسن المدرسة تبدأ التساؤلات، وربما يحرج بكلمة أو بأخرى ويعتقد أنني يعني قد أكون ابن هذه العائلة وهناك معلومات مغلوطة، ويبدأ التشويش الذهني. أو حتى بعضهم يوصل لمرحلة المراهقة رغبة منهم، يعني حبا، هي ليست المسألة، يجد أنه ما ودي أني أضايقه بكلمة تؤثر عليه نفسيا، لا، الحقيقة واضحة من البداية. كتب الله لنا أن تكون أنت ابننا بالاحتضان، وأنت يعني أكثر من يعني هدية لنا من الله سبحانه وتعالى، وسيحس بالعلاقة وقربها بتخفيف هذا الأثر النفسي عليه. لكن مهم جدا الإبلاغ مبكر، عدم تخبئة الموضوع والحديث عن المحيطين أيضا في العائلة. أحيانا كلمة من بعض الأقارب قد تثير يعني أستاذ سميدة، تسمحي لي، يعني هذه الطريقة اللي أنت شرحتيها حضرتك الآن، هل الأسر الحاضنة تبلغ بهذه الطريقة؟ يعني هل يعطونهم دورات؟ هل يجهزونهم لهذا اليوم اللي هم
يبلغون فيه. نعم يعطون دورات، واحنا كذلك في الجمعية نقدم الدورات لهم، وايضا في الوزارة لاي حالة يتم احتضانها يتم ابلاغ الأسرة. هذا الامر يعني خاصة في السنوات الأخيرة بدا ياخذ اهتمام كبير جدا يعني في من المختصين خاصة، لانه عرفنا قديش تأثيره مستقبلا اذا لم يكن عارفا بقضية او واقع مبكرا. نعم استاذ، لما نتكلم على التبني او انه لما يكون اليتيم صديق للعائله، هل في شروط معينه تكون وهل في متابعه من قبل الدور؟ نعم اكيد في شروط الاحتضان نسميه احنا في نظامنا. الاحتضان هذا اكيد في شروط اللي هم مرحله العمر سنتين فاقل اللي هي مرحله الرضاعه، وهم يكون تم احتضانهم من خلال التقديم على جمعيه الوداد. لكن الاكبر من هذا العمر اللي لا زالوا موجودين في الدور يتم التوجه مباشرة للوزارة للجهة المعنية للدار مثلا إذا كان موجود الدور في أي منطقة من المناطق، والتقديم على نظام الأسرة الصديقة. يتم دراسة الأسرة للتأكد أنها ملائمة لهذا الطفل، هذا شيء أساسي لأنه لا يمكن يعطى الطفل ويعني تخرج به بدون ما يكون في دراسة مسبقة. شيء ثاني الطفل نفسه يتقبل هالأسرة، يكون راضي بخروجه لهذه الأسرة، عنده استعداد أنه فعلا يتكيف معها، وأنا أعتبرها من أهم البرامج اللي تساعدنا فعلا على اندماجهم داخل المجتمع. بين لنا الحقيقة من خلال السنوات الماضية أنه أكثر الناجحين من أبناء الدور هم لديهم أسر صديقة، لأنها تدعم الجانب النفسي، تحقق لهم الوجود داخل المجتمع والقبول أيضا والاندماج. طب الأسرة النفسية ما تسبب مشاكل نفسية ممكن للطفل بحيث أنه هو يروح للأسرة الصديقة وبعدين يرجع؟ عندما نفكر فيها من جانب الفائدة نجد الفائدة أكبر، احنا لها تأثير إيجابي أكبر من التأثير السلبي. ربما يمر في مرحلة معينة وخاصة إذا كان سنه صغير غير مدرك أنا خروجي وعودتي، لكن إذا عمل له برامج جيدة أكيد النتيجة راح تكون هي الأفضل. المهم جدا أن الأسرة تكون تقدم على هالأمر وهي مقتنعة تماما مستعدة للاستمرار، هو ليس أمر يؤخذ لمرة واحدة ويعاد، هو ينبغي أن تكون عندها الاستعداد للاستمرار معه طوال حياته، أني هذا الإنسان سأؤثر في حياته سأصنع منه إن شاء الله إنسان قادر على الاندماج في مجتمعه، وبالتالي لابد أكون صادقة ويعني مؤكدة على الاستمرارية في هذا البرنامج. نعم رئيس مجلس إدارة جمعية كيان للأيتام الأستاذة سمها الغامدي، إحنا نشكرك ونشكر قبولك هذه الدعوة ونشكر كل شيء قاعدين تقدمونه لهذه الفئة واللي جدا عزيز على كلنا. شكرا لكم. شكرا لاستضافتكم، يعطيكم العافية. مشاهدينا خلونا نطلع هذا الفاصل وبعد مكملين.